جوهرة اف ام. الموضوع انت وقت اللي تجي ساعه في هذا الظرف غدوه منتدى استثمار عندك قانون ماليه اللي تونس كامله معناها بقطاعاتها الحيويه ومنظمتها وبالفاعلين فيها مش راضيه عليه وباش يؤدي لاضرابات كبيره في الظرف هذا. اليوم احنا وقت اللي مستحقين الوحده الوطنيه ومستحقين الالتفاف حول ازمات خطيره، انت اختيار التايمينج هذا انك تعاود تفتح الجراح وتنبش في هذه الدمالات بين الظفرين، هذه في حد ذاته غير بريء. تتصوروا ممنهج؟ ممنهج اكيد، لانه العداله الانتقاليه كانها صارت 2012 و2011 مش هي تصير 2017. ايوه لكن ما تلمت الدوسيات وما تعملت الخدمه. لا لا لا، صار تاخير، صار تاخير على كل المستويات، وصار الملف هذا قعدنا نقايضوا به مده، واليوم بقدرتي قادر مررنا الى الجلسات الاستماع، رغم اللي كي نقراو احنا القانون بتاع العداله الانتقاليه نلقاو اللي هي اختياريه، راهي ماهيش اجباريه انها تصير جلسات استماع، وبالتالي برمجه جلسات استماع في التايمينغ هذا عنده دلالات. والمظهر نتاع الزينه المبالغ فيها اللي ريناها على السيده سيان بن سددين والفرحه اللي ريناها وهي تستمع للمآسي، اتاكد اللي كاين حق انتصار شخصي وكيني حق انتصار حاجه في مخها، ماهيش العداله الانتقاليه اللي نحكيوا عليها. احنا تعاملنا مع الموضوع هذا بطريقه موضوعيه، اش قلنا؟ قلنا العداله الانتقاليه كمبدا مانيش ضدها، انه الناس كل تتحاسب نكشفوا الحقيقه، ان معناها تاريخ تونس نكتبوه بطريقه معناها موضوعيه، هذا مانيش ضده، لكن بربي اذا كان هيئه تاع حقيقه وكرم القانون نتاعها يقول اللي يلزم هي فيها 15 عضو. اليوم نلقاوها تخدم 9 أعضاء وقانونها الأساسي يقول اللي يلزم اجتماعاتها باش تكون صحيحة يلزم تكون بحضور ثلثي الأعضاء، اليوم ما عندهاش ثلثي الأعضاء، كيفاش تحبني أنا نقبل العدالة الانتقالية هذه اللي بهيئة غير قانونية؟ إذا كان اليوم هيئة الحقيقة والكرامة ما نجمتش تحل مشاكلها الداخلية مع نائب رئيسها ومع تطبيق الحكم القضائي من المحكمة الإدارية ومع النزاعات اللي مازالت منشورة أمام القضاء وتركيبتها اليوم ما عادش شرعية، ما عندهاش الثلث نتاع النساء لأدوا ولات فما 4 نساء أقل من ثلثي إذا فما 5 نساء وما عندهاش ثلثي الأعضاء يلزمها 10 هي عندها 9، إذا هيئة عرجاء ومخالفة لقانونها باش تجي تحاسب تاريخ تونس وتجي تعطينا دروس في الالتزام بالقوانين هذا ما يجيش، ونراو اللي السكوت على هذه التجاوزات وهذه الخروقات المهم من حق مكاسب سياسية احنا هذا راهو ماهوش مقبول ومن واجبنا نتكلم عليه. جوهرة FM